الأنصمة الحقيقية هي تكون من أمام نادي المرخية. نذكر عزيز المتابع بأن عبر الجولتين الماضيتين المرخية الذي تعرض لخسارة من أمام الريان بنتيجة 1-0 ومن ثم في المباراة الثانية بروعة ياسين إبراهيمي التي كانت في الجولة الثانية ياسين إبراهيمي الذي يعتبر هو الآخر اللي سجل هدفين من خلال هذا اليوم في مرمى النادي الأهلي، سجل هدفين في مرمى نادي معاذر أو في مرمى نادي المرخية، يسجل هدفين في مرمى النادي الأهلي عبر هذا المساء. وياسين إبراهيمي يستمر على مستوى التألق ويستمر على مستوى الأداء الكبير ويريد مواصلة المشوار. كرة ملعوبة عالية لكن التصدي موجود، كان حاضرا لحارس المرمى في اللقطة الماضية، هذه الكرة اللي كانت موجودة لكن التصدي بعد ذلك. على العموم عبر هذا اللقاء الحديث عن التشكيلة الموجودة في طاقم الفريقين سواء لأنتوني وسواء لبيبي موريسيا، خوسيه بيبي موريسيا المدرب الإسباني صاحب 58 عام اللي موجود، رودريغيز في حراسة المرمى لتشكيلة نادي معاذر، اللون الموف الجميل على يمين الشاشة بالرقم 90 يلعب ممدوح بالرقم 2، فؤاد صالح بالثلاثة، مامادو سيكو تراوري يلعب بالأربعة، رامون جينيس بالخمسة، دينيس ألبيك اللاعب الوحيد اللي سجل عبر المباراة الماضية كان تمام أمام نادي تحل في مواجهة نادي معاذر بالرقم 7، نسيب مبارك بن عيسى يلعب بالثمانية، جيكاريل مومبيزا الموجود بالرقم 9، أيمن الحسوني بالعشرة، وعبد الغني منير بالعشرين، وعبد الرحمن راشد جمعة اللي يلعب اليوم بالرقم 21 في قائمة نادي معاذر. هنا كرة تعود للخط الخلفي، حارس المرمى محمود جمال اللي يبعد الكرة الماضية. نذكر بأن نادي معاذر عزيز المتابع عبر الجولتين الماضيتين، أي نعم تعرض لخسارة نعم في الجولتين الماضيتين عبر مسابقة بطولة الدوري، لم يكن له طعم الانتصار، لم يعرف طعم الانتصار. الأولى كانت من أمام الوكرة بنتيجة 3-0، والثانية كانت أمام نادي الحيل بنتيجة 4-1. الجانب المقابل في أحداث هذه المواجهة يدخل أسماء نادي المرخية بالقوة وبكل العتاد الموجود داخل أرضية الملعب من أجل الحصول على 3 نقاط كما تحدث وسام رزق وكما تحدث فهد الشمري. وسام رزق لاعب وسط الملعب، يعرف لاعبي وسط الملعب، قال كلمة جميلة جدا عن إدريس فتوحي اللاعب الفنان. نعم إدريس فتوحي واحد من مفاتيح اللعب، واحد من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق مع نادي المرخية. نادي المرخية بقيادة السيد أنتوني من خلال أحداث هذا اللقاء، ألكسندر مساعدة موجود أيضا، محمود جمال حراسة المرمى بالرقم 30 بالإضافة لحمد بلغيت يلعب بالرقم 2، عبد الغني نور بالأربعة، طلال علي المايسترو رغم الخسارة عبر المباراة الماضية والجولة الماضية أمام الغرافة إلا إذا قدم مباراة كبيرة، حتى كانت أيضا أمام الريان صاحب الرقم 8 قائد كتيبة نادي المرخية طلال علي، وبالإضافة لنوفل باريس ليحضر بالرقم 9، يوسف أنجي بالعشرة، دياغو فيليبي روشن 16، محمد عبدالله 19، جواو تكسيرا 20، ومحمد ونابي سار 23، إدريس فتوحي يلعب بالرقم 33. نعم في أحداث هذه المواجهة بالإضافة لعبد الرحمن الجاسم الخبرة والتواجد والسنوات الكبيرة جدا عبر القيادة التحكيمية لحكم دولي منذ عام 2013، الحكم اللي شارك في عديد من المباريات، سنتحدث أيضا عن عبد الرحمن الجاسم مساعد أول واحد من الحكام الشباب المميزين حاصل عشارة دولية في عام 2020 فيصل عيد الشمري، بالإضافة لمساعد ثاني إبراهيم محمد الدوسري 25 عام لحكم حاضر، واحد من الحكام الواعدين المميزين أيضا. لكن هنا كرة محاولة في الخط الأمامي، انطلاقة تقدم ومن ثم دينيس ألبيك يا سعيد هذه الكرة، فؤاد صالح من الناحية اليسرى العرضية، إبعاد حاضر كان للكرة الماضية اللي عبرت لخارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية، كرة تتحول إلى خارج أرضية الملعب. الغرافة طبعا
عبر مسابقة دوري نجوم إكسبو في الجولة الثالثة. المباراة الأولى عبر هذه الجولة الغرافة يضرب بقوة 4-1 أمام النادي الأهلي. نعم 4-1 كان ما زالت مستمرة وهي انتهت المباراة التي تجمع ما بين الأهلي والغرافة 4-1. نعم هنالك في واحدة من المباريات المثيرة والجميلة عبر هذا الموسم، لكن نستكمل هذه الجولة الثالثة في يوم غد بإذن الله عبر شاشات قنوات الكاس الرياضية. العربي يواجه حيل والسد يواجه الوكرة، والشمال الذي سيكون في مواجهة نادي الريان. كرة تعود من جديد، ترسل هذه الكرة عالية إلى الأمام، حارس المرمى حاضر على دور التصدي. 6 دقائق لعب من مجريات أحداث هذا اللقاء، تعادل سلبي ما زال مستمر مع عملية وصول هي مستمرة لنادي معاذر على مرمى المرخية. محمود جمال الكابتن وسام رزق اللي توقع 1-0 عبر أحداث الشوط الأول هي للمرخية ما بين فهد الشمري اللي توقع التعادل السلبي بأن يكون حاضر عبر هذه الحصة الأولى، لكن نأمل ونتمنى الأهداف. لكن لعبة جميلة في الخط الأمامي، يوسف يحاول يوسف في هذه الكرة يعود باتجاه دياغو فيليبي. روشا لعب الكرة للناحية اليسرى، البحث عن عرضية في هذه الكرة، العودة لطلال علي، لمسة الله على استعادة الكرة، على قطع الكرة من أيمن الحسوني. الحسوني بلعبة في الأمام لكن قصيرة جدا كانت كرة الحسوني باتجاه دينيس ألبيك اللي كان يطلب الكرة بشكل أقوى وبطريقة أسرع، لكن الأخطاء مستمرة عبر التمرير. محاولة خطيرة، الأول جول. مباراة الانتصار عبر هذا اللقاء. نعم واجهة الانتصار عبر هذا اللقاء، نادي معاذر يسجل الهدف الأول، ينجح في التقدم عبر نتيجة المباراة، أول أهداف في بطولة الدوري عن طريق نوف البانيس. طلال علي يخطف التمرير ولمس على طول من نوفل في المرمى، وضعها نوفل في المرمى ما بين الجريح والجريح في الجولتين الماضيتين. مين يجرح الثاني أكثر عبر هذه الجولة الثالثة؟ الخاسر والخاسر، مين يكون هو الفائز عبر هذا اللقاء أو الرابح الأكبر عبر هذا اللقاء؟ معاذر يتقدم عكس التوقعات يا وسام يا رزق عبر هذا اللقاء. معاذر يصنع الوصول ويصنع التقدم عبر نتيجة المباراة 1-0 عن طريق صاحب الرقم 9 امبيزا دي كاريل، يسجل هدف التقدم، هدف ثاني لنادي معاذر عبر بطولة الدوري بعد هدف دينيس ألبيك. يسجل عن طريق امبيزا دي كاريل، امبيزا يسجل هدف الأول. كرة تصل إلى الأمام عالية بالرأس موجودة، وحارس المرمى رودريغيز حاضر على دور التصدي. يوم الانتصار، يوم الفوز، يوم حصد 3 نقاط، يوم الوصول إلى المناطق الدافية عبر مسابقة بطولة الدوري، يوم الخروج من المناطق المتأخرة، يوم تعديل المسار في سلم الترتيب عبر مسابقة الدوري. التدخل من مامادو سيكو تراوري بتدخل قوي على دريس فتوحي في اللعبة الماضية، لكن الجسم كان قريب. عبد الرحمن لعبة من الناحية اليسرى، انطلاقة سريعة، عرضية جميلة موجودة داخل منطقة الجزاء، ما زالت مستمرة، يا خطيرة، الله الله الله، يا سلام، ما زالت مستمرة. دينيس ألبيك على وطلال علي يقوم بالمجهود. الخطأ كان موجود من طلال علي على مستوى التمرير في الهدف الأول، الباص القصير يا طلال يا علي كان خاطيا في اللقطة اللي حضر فيها الهدف لفرقة يا نادي يا معاذر. كرة تصل من جديد، نقلة إلى الأمام، يوسف، محاولة من يوسف، لعبة خطيرة من يوسف، رودريغوس من أخطأ في الجولة الأولى أمام الوكرة، يبحث عن تعويض لاعبي
المرخية ولاعبي معادر عبر بطولة الدوري بالتصديات القوية. رودريغوز وردت فعل جميلة من أمام يوسوفا. كرة إلى ركنية إدريس فتوحي على تنفيذ هذه الكرة. المحاولة لنادي المرخية، الفرصة في ملعب أحمد بن علي بأن يكونوا قادرين على بوابة العودة من جديد عبر نتيجة اللقاء. كرة تصل داخل منطقة الجزاء، القائم الأول إبعاد موجود عن طريق صاحب الهدف إمبنزا. كارلي إمبنزا يسجل أول أهدافه في بطولة الدوري. هل شهية التهديف تكون مفتوحة عبر هذا اللقاء أم ردة الفعل اللي ننتظرها في قادم الدقائق عبر هذه المواجهة أيضا من قبل الجانب المقابل هو نادي المرخية عبر هذا اللقاء؟ نعم، ردة فعل التوقع اللي يكون موجود على الحركة الموجودة في بداية اللقاء. كانت الحركة موجودة لنادي معاذر بالتقدم الأمام بعملية ضغط، بتشكيل ضغط على دفاعات نادي المرخية يجعل لاعبي نادي المرخية يقع في الأخطاء ويكون هو المستفيد عبر هذا اللقاء. كرة تصل من جديد عائدة مرة أخرى، تنقل للناحية اليسرى، لعبة إلى الأمام لعناصر نادي المرخية. طلال علي، مرور بطريقة جميلة جدا، دياغو فيليبي روشا يحافظ على هذه الكرة. روشا عملية سقوط موجودة في اللقطة الماضية، مطالبة بخطأ لكن تعود مرة أخرى للناحية اليسرى لعناصر نادي معاذر. نقلة إلى أمام عبد الغني منير في لعبة موجودة عرضية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. نفس اللاعب كارل إمبنزا، يسجل هدف ثاني. فؤاد صالح انطلق، فؤاد صالح بعرضية، حارس المرمى محمود جمال أخطأ على إمساك الكرة في اللقطة الماضية، أخطأ الحراس، يستفيد منها إمبنزا. كارل إمبنزا يسجل الثنائية يوم الانتصار، يوم تحقيق الثلاثة نقاط، يوم الفوز، يوم الحصول على النتيجة الإيجابية، يوم التقدم، يوم الخروج من السلم الأخير، نعم، إلى السلالم المتوسطة صعودا للمناطق الدافية. 2-0 لنادي معاذر عبر مجريات إحداث هذا اللقاء. تصل من جديد مرة أخرى عائدة لعناصر نادي معاذر عبر هذا اللقاء. تعبر هذه الكرة للناحية اليمنى عن طريق إدريس فتوح، الكرة أرضية، ورودريغوز على دور التصدي. في كرة كانت موجودة من إدريس فتوحي. عائد الكرة لعناصر نادي معاذر عبر هذا اللقاء اللي يتقدم، أفضلية موجودة من خلال 14 دقيقة، شيء لم يكن متوقع. نعم، شيء لم يكن متوقع عبر مجريات هذا اللقاء. أكبر المتفائلين لم يكن يتوقع هذه النتيجة عبر هذا اللقاء. كرة تصل من جديد للخط الأمامي للناحية اليسرى من ملعب المباراة. عملية السقوط اللي كانت موجودة في اللقطة الماضية، فؤاد صالح عمل كبير من الناحية اليسرى صراحة لفؤاد صالح
اللي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بأن لاعب شاب صغير في السن يقدم أداء كبير من الناحية اليسرى بظهوره رغم الخسارة اللي كانت في المباراتين. التسديدة الثالث الثالث الثالث، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يا للروعة ويا للجمال. هو الجميل في ملعب أحمد بن علي، هو الجميل في ملعب أحمد بن علي. ابقى في الحيرة يا توني، ابقى في الحيرة يا توني. ثلاثية معاذر، ثلاثية في أحداث هذا اللقاء في مرمى المرخية. شوف الكرة تسديدة من بعيد، واحدة من بعيد، ومحمود جمال، محمود جمال يخطئ، وكما هي العادة التسجيل عن طريق إمبنزا اللي يسجل الهدف الثالث. ربما أسرع هاتريك في بطولة دورينا، ربما أسرع هاتريك منذ سنوات طويلة في بطولة دورينا، والهاتريك الأول في بطولة دورينا في دوري نجوم إكسبو عن طريق الرقم 9 يسجل كارل إمبنزا. ثلاثية ثلاثية، وأي ثلاثية عبر هذا اللقاء. نعم ثلاثية، وأي ثلاثية عبر أحداث هذه المواجهة. يا للصدمة يا للصدمة يا للصدمة يا للصدمة التي تكون حاضرة في أرضية الملعب. أكبر المتفائلين لم يتوقع هذه النتيجة، وأكبر المتشائمين لم يتوقع هذه النتيجة أيضا. يوم الانتصار ويوم فض الشراكة مع نادي المرخية لنادي معاذر عبر أحداث هذا اللقاء، الوصول بثلاثية. نعم خسارة في الجولتين الماضيتين، وياهو تعويض، وياهو تعويض، وكشف عن الأنياب، وهجوم بشراسة بلا رافة ولا رحمة ولا تراجع للخطوط الخلفية، مواصلة المشوار ودور التهديف الكبير عبر هذا اللقاء. نعم عن طريق اللاعب إمبنزا اللي يسجل الثلاثية. 3-0 لنادي معاذر على حساب نادي المرخية. ثلاثة مقابل لا شيء. ياهو حضور، ياهو حضور، وياهو تواجد في أحداث هذا اللقاء. كرة تصل مرة أخرى من جديد ناحية اليسرى عن طريق المنطلق فؤاد صالح. فؤاد صالح بتدخل طلال علي. ماذا ما الذي يحدث في صفوف نادي المرخية؟ ما الذي يحدث حقيقة في صفوف نادي المرخية عبر هذا اللقاء؟ 15 دقيقة أولى وثلاثية موجودة، التهديف اللي كنت انتظره وكنت أتمناه لكن لم أتوقع بأن يكون موجود بهذه الغزارة وبهذه الكيفية لهاتريك موجود للاعب إمبنزا. ربما قد يكون أسرع هاتريك في بطولة دورينا منذ سنوات وسنوات وسنوات لصاحب الرقم 9، لكن هو المعلومة الأكيدة بأن هذا الهاتريك هو أول هاتريك في بطولة دورينا عبر موسم 23-24. يلا تونا بدينا، وفي الجولة الثالثة سجل واكتب عندك إذا كنت من محبين الإحصائيات والأرقام بأن كارل إمبنزا هو سجل ثلاثية من فرقة نادي معاذر في مرمى نادي المرخية. كرة تعود مرة أخرى، تصل هذه الكرة للناحية اليمنى. حمد سعيد بلغيث للناحية اليمنى، إدريس فتوحي يعود للخط الخلفي. ما الذي يعاني منه نادي المرخية عبر مجريات هذا اللقاء؟ مساعد مدرب المرخية اللي تحدث وقال في المؤتمر الصحفي يسعى الفريق للحصول على نقاط المباراة كاملة، ويعتبر ألكسندر بأن مواجهة هذا اليوم هي الانطلاقة الحقيقية لبطولة الدوري. لا 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 لا، هذه الانطلاقة الحقيقية للهبوط لدور الدرجة الثانية إذا كان الحديث للسيد ألكسندر هو في المؤتمر الصحفي بهذا الكلام، وإذا كان الأداء والواقع في أرضية الملعب يختلف عن ذلك. كرة تعود مرة أخرى، تصل هذه الكرة من جديد للناحية اليمنى. اللعبة بالراس حاضرة في وسط الملعب، وصلت عن طريق دينيس ألبيك. دينيس ألبيك وصافرت الدولي عبد الرحمن الجاسم اللي يحتسب خطأ لصفوف نادي المرخي. عبد الغني يعود لحمد. دريس فتوحي، شوف عملية الضغط الموجودة عندما تكون الأمور
في النصف الثاني من ملعب المباراة في ملعب نادي معاذر، فبالتالي تكون عملية الضغط على حامل الكرة موجودة، نشاط وحيوية وروح عالية جدا، روح عالية جدا. يوسوفا 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 يسقط يوسوفا، يطالب بخطأ يوسوفا، ولولا راية فيصل عيد الشمري اللي كان قريب في اللعبة الماضية اللي يحتسب خطأ لعناصر نادي المرخية. هل ننتظر مباراة مليئة بالأهداف؟ يكون مهرجان تهديفي عبر هذا اللقاء، أم تكون أفضلية هي للون البنفسجي في هذا اللقاء؟ نادي معاذر في هذا اللقاء يعلن الوصول لثلاثية، ولا حول ولا قوة لنادي المرخية عبر هذا اللقاء. لا ردة فعل، لا هجوم، لا محاولة سوى تسديدة واحدة كانت عن طريق يوسف، وتصدى لها رودريغوز. كرة إلى خطأ لعناصر نادي المرخية. إدريس فتوحي المغربي، إدريس فتوحي مشوار طويل لهذا اللاعب المغربي، اللاعب المميز إدريس فتوحي مع نادي أهل جدة، ومن ثم مع السلية، ومن ثم حضور اليوم مع نادي المرخية. كرة ترسل عالية، القائم الأول لاعب متمكن في الكرات الثابتة، يعرف كيف يلعب الكرات الثابتة بالطريقة المحببة للمهاجمين. دينيس ألبيك يخطف هذه الكرة، الله على دينيس، دينيس عدى، دينيس استعادة للكرة، كانت دياغو فيليبي روشا، روشا ومن ثم محمد نابي سار، يتقدم نابي سار بهذه الكرة، نابي سار تغيير اتجاه اللاعب إدريس فتوحي، اعتماد كبير على فتوحي عبر مجريات هذا اللقاء. عرضية هدف تقليص الفارق، على هدف تقليص الفارق. إذا كان هنالك عنوان فالعنوان الأبرز في هذا اللقاء هو لقاء الأخطاء، لقاء الأخطاء، كمية أخطاء موجودة بالجملة بالجملة. نادي المرخية يقلص الفارق، يقلص الفارق. جواو رافائيل تكسيرا وضع كرة، ومن ثم المدافع حطها في مرمى، حطها في مرمى، حطها في مرمى. مامادو سوكو تراوري يسجل في مرمى فريق نادي معاذر، ويسجل في مرمى رودريغوس، ويقلص الفارق 3-1، 3-1 عبر مجريات هذا اللقاء. نعم 3-1. انتظر شوط أول يكون فيه تقليص الفارق والتقرب عبر نتيجة المباراة لنادي المرخية قد يكون حاضر عبر مجريات هذا اللقاء، لأنه سنتابع وسننتظر. هذا الهدف سيعطي دفعة معنوية للاعبي المرخية بأن يظهروا بطريقة مختلفة وأن يدخلوا في أجواء المباراة إذا لم يتم الدخول في أجواء المباراة بعد. كرة تصل من جديد وسط الملعب، إدريس فتوحي، هدف يعطي كثيرا من الدفعة المعنوية لنادي المرخية، ستكون حاضرة في قادم الدقائق. التقدم الهجومي، الشراسة الهجومية اللي ظهر فيها نادي معاذر في هذا اللقاء هي شراسة هجومية قد تكون متبادلة بعد تسجيل هدف أول. إدريس فتوحي تغيير اتجاه اللعب على طول، لكن يلعب كرة في العمق داخل منطقة الجزاء. الله، تسديدة من روشا، دياغو فيليبي روشا، ربما قد يكون واحد من المحظوظين بأن تكون واحدة من أجمل مباريات هذه الجولة، مع أنه قمة الجولة هي ستكون في يوم غدا بإذن الله، مواجهة العربي أمام نادي الاتحاد. كرة تصل إلى أمام السد، أمام الوكرة أيضا، واحدة من المباريات الكبيرة، والشمال أمام الريان، الشمال اللي يبحث عن انتصار، الريان لاستكمال المشوار والنتائج الإيجابية. 1-0، 1-0، ليس مطمئنا لجماهير الريان أن يظهروا بشكل مختلف عبر اللقاء القادم، هو أمر مهم جدا. كرة تصل إلى الأمام، محاولة بتقدم بعد عرضية من جواو تكسيرا، ورودريغوس مع رفع الراية للحكم المساعد الأول فيصل عيد. فيصل عيد واحد من الحكام المميزين، فيصل عيد اللي وصل ل 27 عام والحاصل على الإشارة الدولية منذ عام 2020، اللي أدار العديد من المباريات في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، والحديث أيضا عن نهائيات كأس آسيا للشباب، البطولة التي قيمت في أوزبكستان، وشارك في 7 مباريات في تلك البطولة من ضمن المباراة النهائية التي جمعت ما بين أوزبكستان والمنتخب العراقي، وفاز منتخب أوزبكستان بركلات الترجيح.
الكرة تصل للناحية اليسرى. فؤاد صالح لدفاعات نادي معاذ. حارس المرمى رودريغوس. رودريغوس بتمريرة موجودة بعد مرور موجود. نادي معاذر يريد أن يتثبت في أرضية الملعب بهذه الثلاثة الأهداف وأن يلعب بانتظام كبير جدا وعدم التقدم والمجازفة في هذه المواجهة. لكن حسوني عد حسوني في اللعبة الماضية أيمن الحسوني من ثم الحاضر فؤاد صالح في اللقطة الماضية. عودة لياد الكرة للناحية اليسرى هنالك محمد عبد الله. تمريرة قصيرة موجودة في الخط الخلفي لصفوف نادي المرخية. طلال علي فص الملعب القائد يحول الكرة باتجاه تكسيرا. يحاول جواو رافائيل تكسيرا. إدريس فتوحي من ناحية اليسرى فص الملعب. طلال علي الناحية اليمنى. عبد الغني العلام يعود مرة أخرى وهو الحاضر عبد الغني نور الدين. عبد الغني من ثم تمريرة باتجاه نبي سار. نبي سار يصعد الأمام. نبي سار المرخية دخل أجواء المباراة. المرخية يطلب العودة لهدف ثاني والمرخية يريد أن يتقرب شيئا فشيئا لنتيجة التعادل. قد تكون واحدة من أجمل مباريات هذه الجولة وهذا اليوم. الثلاثة الثلاثة قد نشهدها في الشوط الأول. لا يوجد مستحيل في عالم كرة القدم. لا طالما هذا الملعب الجميل في أم الأفاعي ملعب أحمد بن علي موجود وحاضرين ومتواجدين ونعيش أيام المونديال اللي عشناها على مستوى الفترة الماضية وأيام كأس آسيا القادمة إن شاء الله تكون قادمة على خير. كرة تصل للأمام مرة أخرى. محاولة داخل منطقة الجزاء. لذلك نريد أن نشعر باليثارة ونريد أن نشعر بالمتعة ونريد بأن نشعر بالتنافس داخل المستطيل الأخضر تحت مسمى دوري نجوم إكسبو لهذا الموسم 23-24. كرة تصل مرة أخرى. أجواء عالمية نعم في إطار مسابقة دوري نجوم إكسبو. كرة تعبر إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. بها ممدوح رمية جانبية هنا خوسين المتابعة لهذا الرجل المدرب الإسباني حاضر عبر مجريات هذا اللقاء. واحد من المدربين الناجحين واحد من المدربين المميزين. لكن هنا كرة إلى الأمام محاولة انطلاقة فرصة حاضرة ما زالت مسمى. الله 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 يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. السوبر هاتريك من اللاعب السوبر عبر مجريات هذا اللقاء. السوبر هاتريك عبر اللاعب السوبر في هذا اللقاء. رباعية 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 وسط حسرة موجودة على بنك احتياط نادي المرخية. شوف اللعبة بالرأس. المهارة المهارة تلعب دور. المهارة تفوز. المهارة تغلب. المهارة وش الله 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 عينك عينك على اللقطة. بين زرايك بين زرايك يسجل السوبر هاتريك اللاعب السوبر في يوم سوبر. الله على مبيزا. عبد الغني قال له روح وتعال بسرعة وشاهد هذه الكرة تعانق الشباك وتتحول لرباعية تكون حاضرة للفرقة البنفسجية وسط ذهول من الجميع. نعم مبيزا جعل الجميع يكون في ذهول. رباعية سوبر هاتريك سوبر هاتريك في أول حضور وتواجد يعتبر عبر مسابقة دوري نجوم إكسبو للحاضر المحترف في صفوف نادي معاذر. إمبينزا يسجل رباعية. يا إلهي يا إلهي يا إلهي أي حضور يكون موجود لنادي معاذر. شخصية نادي معاذر نعم ليلة الجريحين. ومين يجرح الثاني أكثر؟ مين يفيد الثاني أكثر؟ مين يكون عنده حضور أكثر؟ مين يكون عنده تواجد أكبر؟ هو نادي معاذر عبر مجريات هذا اللقاء عن طريق نجمه إمبينزا اللي يسجل الرباعية.
اللي سجل الرباعية المرخية في انهيار ما لم يتوقع أنتوني ولا يتوقع ألكسندر ولا يتوقع مؤيد حسن ولا تميم محمد المهيزع الحاضرين في بنك الاحتياط. ما لم يتوقع الجميع، إمبنزا يفعل المستحيل وتكون الرباعية موجودة. 4-1 في شوط أول مثير، في شوط أول أقل ما يقال عنها نصف ساعة جميلة جدا، نصف ساعة ممتعة جدا، نصف ساعة في أجواء عالمية في أرضية ملعب أحمد بن علي. ليس ليو سوفر، طلال علي، ما زالت المباراة، ما زال المهرجان التهديفي بأن يكون حاضر، ما زالت الشخصية تريد أن تظهر، ما زالت الإمكانيات قادرة على تقديم المزيد والمزيد والمزيد. إمبنزا يبحث بأن يكون هداف بطولة دورينا من مباراة واحدة. يا رجل، مو لهذه الدرجة. نعم، مو لهذه الدرجة. لإمبنزا الحاضر، لياسين إبراهيمي يعتلي عرش صدارة الهدافين لمسابقة بطولة الدوري بخمس أهداف. اليوم إمبنزا سجل 4، اليوم إمبنزا سجل 4، ينافس ياسين إبراهيمي على صدارة الهدافين. هذا لسه ومايكل أولونغا ما اشتغل عليه. كرة تصل مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى للحارس رودريغوس ولفرقة نادي معاذر اللي يعتبر مشواره في بطولة الدوري ابتداء من موسم 2011-2012، المباراة الفاصلة وخسارة كانت من أم صلال 1-0، 2012-2013 المباراة الفاصلة والخسارة كانت من أمام النادي العربي بنتيجة 2-1 النادي العربي موسم 2013-2014، هو الموسم الحقيقي اللي يعتبر للفرقة البنفسجية الحاضرة في أرضية الملعب هو نادي معاذر. دينيس البيك الخامس ربما قد يكون حاضر عبر مجريات هذا اللقاء. وفي موسم 2016-2017 المركز 13، موسم 2019 المباراة الفاصلة 1-0 كانت لنادي قطر، وبالتالي العودة عبر هذا الموسم ولضمان البقاء للموسم القادم عبر مسابقة دوري نجوم إكسبو لهذا الفريق هي العودة ليس فقط للمشاركة بل العودة للبقاء وإبراز الشخصية بأن هو نادي قادر على تحقيق النتيجة الإيجابية. لكن اليوم يحضر بقوة هجومية أمام نادي المرخية، بقوة هجومية أمام نادي المرخية. نتحدث عن تاريخ المواجهات إن كان ما بين الفريقين عزيزي المتابع، فإن معظم مواجهات الفريقين تعود لبطولة دوري الدرجة الثانية. كآخر مباراة جمعت ما بين الفريقين، الله على المرور، يا سلام. استمتع مع معاذر، معاذر يدعوكم للاستمتاع ولكرة القدم الجميلة في ملعب الجميل، ملعب أحمد بن علي. آخر مواجهة جمعت ما بين الفريقين تعود لبطولة كأس الاتحاد كان الانتصار لنادي معاذر بنتيجة 2-1. قبل ذلك تعود المواجهات السابقة لبطولة دوري الدرجة الثانية، كرة عالية بالرأس داخل منطقة الجزاء، سيسيكو تراوري أبعد الكرة الماضية، الحسوني يكسب خطأ من أمام جواو رافائيل تكسير. أنتوني في حسر يتابع فقط ما يحدث داخل أرضية الملعب. هذه اللقطة أيمن الحسوني كان بمرور في اللقطة الماضية. نعم، كأس الدرجة الثانية أيضا ودوري الدرجة الثانية في معظم المواجهات، لكن الحديث عن آخر مواجهة جمعت ما بين الفريقين في بطولة دوري الدرجة الثانية كان الانتصار لنادي المرخية في مباراة الذهاب 4-1، وفي مباراة الإياب كان الانتصار بنتيجة 2-1. نادي معاذر عزيزي المتابع واحد من الأندية اللي عندها حضور وتواجد أيضا عبر مسابقة الكؤوس، واحد من الأندية اللي يمتلك أرشيف وسي في يعتبر مميز لهذا النادي بحضوره عبر مسابقات دوري الدرجة الثانية وتحقيق النتائج الإيجابية. كرة تصل من جديد لكن هي تتحول لدوري نجوم إكسبو. رودريغوس يتصدى للعبة الماضية، يتصدى رودريغوس، لكن الأسماء اللي يجلبها نادي معاذر عبر
هذا الموسم تعتبر أسماء مميزة. الحديث عن المغربي أيمن الحسوني صاحب 28 عام، واحد من الأسماء المميزة اللي نشاهده في أرضية الملعب، اللي عنده 3 مباريات دولية بقميص منتخب السود الأطلس منتخب المغرب، لاعب نادي الوداد سابقا، الوداد الرياضي، واحد من الأسماء، واحد من الأندية الكبيرة جدا. لكن في الجانب المقابل القادم من الكونغو برازافيل، الحديث عن إمبينزا من الكونغو برازافيل يسجل حضور وتواجد عبر هذا اللقاء. من مواليد الكونغو برازافيل إمبينزا، اللي عنده مسير ايضا مع عده من الانديه الفرنسيه ومنها الانديه البلجيكيه. وإمبينزا اللي بالمناسبه كان حاضر على مستوى الاجواء العربيه وكان مثل نادي الوداد الرياضي الوداد المغربي ودادي كازابلانكا في موسم 2021-2022، وايضا كان متواجد مع نادي الطائي السعودي في موسم 22-23، وبعد ذلك الانتقال لنادي معاذ. عنده 18 مباراة دولية بقميص منتخب الكونغو، الكونغو برازافيل، سجل معهم 5 أهداف إمبينزا، اليوم يسجل 4 أهداف إمبينزا، ومعاذر مستمتع وآخر سلطنة، آخر طرب عبر هذا اللقاء، ومزاج رائق. الله على كرة موجودة عن طريق أيمن الحسوني في الكرة الماضية، لكن تسديدة حارس المرمى محمود جمال. الأخطاء بالجملة، أخطاء بالجملة عبر هذا اللقاء، واستفاد من الأخطاء الفريقين. واحد تقدم برباعية والآخر سجل هدف تقليص الفارق. شوف البوزيشن، الاستحواذ اللي يظهر أمامك يجعل أنتوني يقعد ويتابع ويتفرج. اجلس يا أنتوني، رتب الأوراق يا أنتوني، بأن هنالك شوط ثاني موجود، لكن ما زلنا على 10 دقائق متبقية. ما الذي سيحدث فيها؟ هل هي خماسية لنادي معاذر عبر أحداث هذا اللقاء، أم تستمر الأمور على هذا الحال؟ لكن هنا الجانب المقابل للمدرب الإسباني السيد خوسيه صاحب 58 عام، اللي كما تحدث من مواليد الأندلس بالتحديد في قرطبة، واللي يعتبر اعتزل كرة القدم مبكرا. هذا الرجل حاضر أمامنا، السيد خوسيه بيبي موريسا أو موريسيا صاحب 58 عام، اعتزل كرة القدم وهو في 27 عام، في عام 1992 لخوسيه بيبي موريسيا. نعم، توقف عن لعب كرة القدم بسبب الإصابات وتحول إلى التدريب. بداية اللي كانت مع نادي جيان في عام 1985 كلاعب، اللي مثل أيضا نادي قرطبة، وبعد ذلك تولى نادي قرطبة لفئة الشباب وتولى الفريق الأول في موسم 2001-2002. كان مدربا لنادي أتلتيكو مدريد، وكان حاضرا مع نادي أتلتيكو مدريد في عام 2006 مع سيلتا فيغو، مع ليفسكي صوفيا، مع شحانية، مع نادي الصفاقسي التونسي أيضا، واليوم حضوره مع نادي معاذ. الرجل اللي حصل على دوري الدرجة الثانية في موسم 2017-2018 كان مع نادي الشحانية، وقدم العديد من الأشياء الجميلة كانت مع نادي الشحانية. اليوم هو حاضر يقدم حضور تدريبي جيد وحضور للاعبين جيد عبر هذا اللقاء، بتقدمهم عبر نتيجة المباراة ب4-1. راية موجودة كانت لإبراهيم محمد الدوسري، إبراهيم محمد الدوسري الحكم اللي ياخذ فرصته مع حكام النخبة بالتحديد. لكن هنا محاولة، هنا لعبة عن طريق جواب العرضية الموجودة من عبد الغني منير في اللعبة الماضية، وعبد الغني نور الدين حول الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. هذه الكرة العرضية من الناحية اليسرى، ومن ثم الإبعاد كان موجود لكرة عبرت إلى ركلة ركنية. كرة إلى ركلة ركنية على يمين حارس المرمى، على تنفيذ هذه الكرة دينيس ألبيك في هذه المحاولة وهذه الفرصة الموجودة. هنا تمريرة قصيرة موجودة، عبد الغني
عبد الغني منير بلعبه باتجاه دينيس البيك. عدى 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 البيك. المهاره موجوده، المهاره موجوده كباتن في ارضيه الملعب قبل هذا اللقاء اللي تحدثوا بان الفريقين يمتلكون عناصر هي قادره على تقديم كره القدم الجميله، لان الفريقين يمتلكون عناصر تمتلك المهاره، والمهاره دائما احد الاسلحه المهمه للاعب كره القدم. الحلول موجوده صراحه عن نادي المعادن، لكن الحلول غير موجوده تماما عن نادي المرخيه. الحلول غير موجوده عن نادي المرخيه. محمود جمال، محمود جمال اللي اخطا، محمود جمال الهدف اخطا في هدفين تقريبا. محمود جمال ومصائب قوم عند قوم. فائده كبيره جدا لنادي معاذر عبر هذا اللقاء من الاخطاء اللي يستفيد منها، ومن الاخطاء اللي يترجمها لاهداف، ولاخطاء اللي يترجمها لكره تتكلم هي داخل شباك المرخيه. ركله حره من الناحيه اليسرى من ملعب المباراه. عزيزي المتابع، لفرصه لعناصر نادي معاذر في هذه الكره عن طريق الحاضر ايمن الحسوني. ايمن الحسوني، دينيس البيك، دينيس البيك لحائد بشري مكون من لاعبين، دينيس البيك وايمن الحسوني المغربي في هذه اللعبه وفي هذه الكره. في فرصه موجوده لاضافه هدف خامس، ربما لاضافه هدف خامس. سننتظر التقدم القادم. الخامس، 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 الخامس في ملعب الاسود، ملعب احمد بن علي. هنالك اسد من اسود المغرب، نعم اسد من اسود الاطلس. ايمن الحسوني يسجل الخماسية، يسجل الخماسية. 5-1 في شوط واحد، 5-1 في شوط واحد. يا إلهي على اللعبة، ويا إلهي على الضربة، ويا للروعة على الوضعية. والأخطاء موجودة. يوسف لوضع الكرة في شباكي نادي المرخية. أي قوة تكون حاضرة؟ أي خمسة تكون موجودة في هذا الشوط الأول؟ يوسف، يوسف يسجل في مرمى يوسف ويعلن عن هدف خامس لنادي معاذر. انتهت المباراة؟ هل انتهت الحكاية من الشوط الأول؟ أي قوة تظهر عبر هذا اللقاء من الجولة الثالثة في مسابقة دوري نجوم إكس بوم؟ فريق طامح من أجل الانتصار، فريق طامح من أجل الثلاثة نقاط، فريق طامح من أجل العودة للطريق الصحيح، فريق طامح بعد العودة لمسابقة الدرجة الأولى وللبقاء ما بين الكبار لدوري نجوم إكس بوم. نادي معاذر يريد أن يكون هو حاضر، ويريد أن يكون بكامل عافيته وبكامل قوة وشخصية التي تظهر عبر مجريات هذا اللقاء. المرخية لم يأتي لملعب أحمد بن علي، المرخية لم يأتي لملعب أحمد بن علي. السداسية ربما قد تكون موجودة. ونبي سار، نبي سار يقرأ الكرة الماضية. 5-1 النتيجة الأكبر التي تكون عبر هذه المواجهة. 5-1 النتيجة الأعلى عبر مسابقة بطولة الدوري منذ بدايته في يومه الأول. هنا نادي معاذر يعطي تسجيل دخول من الجولة الثالثة لمسابقة دوري نجوم إكسبو. المرخية، ما هو الحال وكيف الأحوال كما ترى عينك عزيزي المتابع؟ ليس على ما يرام، ليس على ما يرام. يدريس فتوحي حاول في هذه الكرة وعملية سقوط وصفرة الحكم عبد الرحمن الجاسم لخطأ موجود على إدريس فتوحي. خطأ موجود على إدريس فتوحي. لم يعجب الأمر إدريس فتوحي، لم يعجب الأمر إدريس فتوحي. المغربي الآخر الموجود إدريس فتوحي، واحد من الأسماء المهمة، صاحب 33 عام إدريس فتوحي، اللي مثل نادي الوهابر، ومثل نادي الحزم السعودي، ومثل نادي أهل جدة والسلية، وبعد ذلك المرخية. 3 مباريات دولية بقميص منتخب أسود الأطلس كانت عبر مسابقة البطولة العربية اللي كانت مقامة هنا في الدوحة. البطولة العربية للمنتخبات عام 2021
إدريس فتوحي كان حاضر مع المنتخب المغربي. المنتخب المغربي الحضور القوي اللي كان موجود عبر مسابقة كأس العالم كما يعلم الجميع، وفي ذلك الحضور كان موجود عبد الرحمن الجاسم في تلك المباراة. عبد الرحمن الجاسم اللي بالمناسبة في المونديال الأخير أدار مباراتين، هنا راية كانت موجودة. برافو 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 فيصل عيد الشمري، وبرافو لطاقم التحكيم الحاضر عبر هذا اللقاء. عبد الرحمن الجاسم اللي كان قاد مباراة أمريكا وويلز وأيضا مباراة الثالث والرابع، لذلك كنت معلقا على تلك المواجهة عبر شاشات قنوات الكأس الرياضية، مواجهة المغرب مع كرواتيا في تحديد الثالث والرابع، كان بطاقم تحكيم قطري بقيادة عبد الرحمن الجاسم. وعبد الرحمن الجاسم لك أن تعلم عزيزي المتابع الدولي منذ عام 2013، واللي شارك بالعديد من المباريات، كأس العالم للناشئين في 2014، كأس العالم للشباب في 2016، كأس العالم روسيا 2018، وكأس العالم للأندية في 2019، والرجل اللي أدار المباراة النهائية هنالك في استاد خليفة الدولي ما بين ليفربول وفلامينغو البرازيلي أمم آسيا 2019 في أبو ظبي، واللي أدار أربع مباريات وكان مرشح لإدارة المباراة النهائية، لكن لولا وصول منتخبنا الوطني في تلك البطولة وبعد ذلك تحقيق اللقب في عام 2019. نعم كذلك عبد الرحمن الجاسم اللي أدار دوري أبطال آسيا 2020، وأخيرا توج كل هذه المجهودات عبد الرحمن الجاسم وهذه الخبرات الكثيرة والمباريات العديدة في مشاركته في كأس العالم 2022 في مباراتين كانت ويلز وأمريكا، وأيضا المنتخب المغربي أمام المنتخب الكرواتي، واحد من الحكام المميزين عبر القارة، واحد من أفضل الحكام الخليجيين عبد الرحمن الجاسم. خمس دقائق متبقية احتسبها عبد الرحمن الجاسم على نهاية أحداث هذا الشوط الأول. الله على 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 ما شاء الله ما شاء الله الطيار ما شاء الله الطيار من الناحية اليسرى صاحب الرقم 3 فؤاد صالح. صراحة الناحية اليسرى في قائمة نادي معاذر تعمل بشكل كبير جدا، الناحية اليسرى تقريبا بنسبة كبيرة ل 95% و 85%، خليني أتحدث عن 5 أهداف لنادي معاذر، الناحية اليسرى هي السبب. نعم اللي موجود فيها صاحب الرقم 3 فؤاد صالح، واللي ينضم إليه عبد الغني منير، واللي ينضم إليه أيمن الحسوني، ومعاه أيضا موجود إمبنزا. لكن الناحية اليمنى هنالك واقفة شوي في فرقة نادي معاذر، ربما قد يكون الاعتماد عليها في 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 الشوط الثاني، ربما ذلك كرة تصل لرمية جانبية، لأنه شوط ثاني سيدخل البنفسجي بأريحية كبيرة جدا. هذا البنفسجي الجميل اللي لونه يصع وجماله يصع في هذا الملعب المونديالي، وهذا النادي الكبير العريق يقدم حضور قوي. دينيس البيك يريد أن يسجل اسمه ما بين المهدفين في هذا اللقاء، ما بين من وضع الكرة داخل الشباك، لكن المرخية لا حول ولا قوة لهذا النادي عبر هذا الشوط الأول. يعني يحتاج لمراجعة نفسه كثيرا نادي المرخية، هل هو الاستعداد قبل بداية هذا الموسم لم يكن جيدا لنادي المرخية، أم هنالك أشياء أخرى تتعلق بالنادي؟ لكن نحن ما زلنا في الجولة الثالثة من مسابقة بطولة الدوري، لكن يصعب الحكم في مواجهة من الجولة الثالثة يكون الحكم، فهنالك حكم بسيط جدا عن تراجع المرخية في مستوى عن الموسم الماضي. الموسم الماضي كان أفضل، هذا الموسم حتى الآن النتائج السلبية وخماسية في شوط واحد. كرة تصل للناحية اليمنى من جديد، عايدة هذه الكرة بلمسة نسيم مبارك بن عيسى محمد ونبي سار لعبد الغني باتجاه الحاضر العشرين جواو رافائيل، نقل الأمام يوسوفا، لم يظهر أبدا يوسوفا سوى في كرة واحدة وسجل هدف في مرمى يوسوفا. إدريس فتوحي لكن تراوري، مامادو سيكو تراوري يبعد الكرة الماضية، تكسيرا لعبة إلى أمام خاطئة بدون عنوان بدون طعم بدون رائحة. النادي المرخية ضايع في أرضية الملعب، نادي المرخية ضايع في أرضية الملعب يبحث عن نفسه في مجريات هذا اللقاء. ما بين الجانب المقابل وجد نفسه بخماسية بتركيز عالي جدا عبر مجريات هذا اللقاء،
وكان له مهارات بتحقيق نتيجة إيجابية وتعتبر نتيجة كبيرة في شوط واحد. كيف ستكون أمور الشوط الثاني؟ هل هنالك كيفية العودة في نتيجة المباراة؟ كما كان هنالك 5 أهداف في شوط واحد، توقع كل شيء في شوط واحد أيضا. إمبنزا، كارل إمبنزا يحاول المرور، طلال علي يبعد الكرة الماضية، عبرت هذه الكرة لخارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية للناحية اليسرى من ملعب المباراة اللي دائما تعمل هذه الناحية اليسرى. أيمن الحسوني، اختيارات مميزة بين محترفين المدخية ومعاذر، محترفين هذه معاذر تعتبر لاعبين ويعتبروا لاعبين مميزين يقدموا حضور جيد عبر هذا اللقاء. كرة تصل نسيم مبارك بن عيسى، يلعب كرة باتجاه الحاضر بها ممدوح الليثي بكرة لفؤاد صالح، فؤاد صالح عبد الغني منير، لمسة لبن عيسى، بن عيسى يغير اتجاه اللعب للناحية اليمنى، كرات قصيرة متبادلة، 5 دقائق باتت على الانتهاء عبر أحداث هذا الشوط الأول في خماسية موجودة بأداء كبير وبمستوى عالي جدا من حسابات هذا الشوط الأول. هنا الصافرة تأتي أيها السيدات والسادة متابعي قنوات الكأس الكرام من الحكم الدولي عبد الرحمن الجاسم لتعلن عن نهاية أحداث هذا الشوط الأول من واحد من ملاعب المونديال في أم الأفاعي ملعب أحمد بن علي. أنتوني عبد الرحمن الجاسم، ضربة البداية لأحداث هذا الشوط الثاني ستحضر في هذه اللحظات في ملعب أحمد بن علي الملعب المونديالي في إطار الجولة الثالثة. شوط أول تألق في لاعبي نادي معاذر بتسجيلهم 5 أهداف في مرمى نادي المرخية وفي مرمى الحارس محمود جمال، وبالتالي جعل من المهمة أكثر صعوبة على لاعبي المرخية. حارس مرمى كان مرتبك جدا محمود جمال، استطاع من خلال إمبنزا بأن يسجل سوبر هاتريك في الشوط وأن يسجل هاتريك في 27 دقيقة أو سوبر هاتريك في نصف ساعة، منح فريقه الأفضلية ومنح فريقه بأن يكون الأقوى ومنح فريقه بأن يكون الأفضل ومنح فريقه بأن يكون هو أقرب للـ3 نقاط ومنح فريقه بأن يدخل هذا الشوط الثاني بأريحية كبيرة جدا للمهاجم إمبنزا. طبعا نذكر بأسماء الفريقين، نادي معاذر لم يجري أي تبديل في هذا الشوط الثاني، حراسة المرمى رودريغوس، باقي رودريغوس، بها ممدوح، باقي بها ممدوح، فؤاد صالح، مامادو سيكو، رامون، هذه الكرة محاولة إلى الأمام، لعبة خطيرة، وبالإضافة لدينيس ألبيك، نسيم بارك بن عيسى، إمبنزا، ويلعب أيمن حسوني وعبد الغني منير وعبد الرحمن راشد جمعة الجانب المقابل في فرقة المرخية. حراسة المرمى لؤي شريف عاشور، بالإضافة لعبد الغني نور الدين، طلال علي أيضا غادر أرضية الملعب، يلعب نوفال بانيس، يوسوفا، دييغو فيليبي روشا، جواو تكسارا، محمد ونابي سار، إدريس فتوحي، وبالإضافة لمؤيد حسن وعلي ناصر المري ومتولي عبد العزيز متولي أيضا بالإضافة. نعم هذه الأسماء اللي شاركت، الـ4 أسماء اللي شاركت، حارس المرمى وأيضا مؤيد حسن وعلي ناصر وعبد العزيز خالد متولي، هذه الأسماء يجب أن تكون حاضرة منذ الشوط الأول يا أنتوني. لؤي شريف عاشور حارس مرمى بإمكانيات كبيرة جدا، حارس مرمى متمكن، مؤيد حسن لاعب بإمكانيات كبيرة جدا، نعرف كنا جميعا مؤيد حسن لاعب قادر على المراوغة على تحقيق على تحقيق الفارق مع فريقه في داخل مستطيل الأخضر، أيضا علي ناصر المري لاعب عند السرعة، عبد العزيز خالد متولي، ظهير أيمن لاعب قتالي، يعني هذه الأسماء اللي يجب أن تكون حاضرة في بداية أحداث هذا اللقاء. الجانب المقابل نادي معاذر كما تحدث بأن لم يجري أي تبديل في هذا اللقاء، موريسيا لم يجري أي تبديل. كرة تصل مرة أخرى، لعبة إلى الأمام، محاولة للناحية اليسرى كانت من بن عيسى، نسيم مبارك بن عيسى، تعود إدريس فتوحي، فتوحي لكرة عالية إلى الأمام، فتوحي لعبة بالرأس، إبعاد يأتي عائد بن عيسى لدور التغطية، نسيم بن عيسى تصل الكرة لعبد الغني سهلة،
لا عبد الغني ولا نبي سار استطاعوا بأن يقدموا الإضافة الدفاعية لفرقة المرخية عبر الشوط الأول وإيقاف خطورة بينزا. بينزا الكرات المرتدة من حارس المرمى هي من أعلنت الوصول لإمبينزا لشباك المرخية. الحسوني المر يقطع الكرة وصلت من جديد عن طريق فيليبي روشا. تياغو فيليبي روشا غادرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. هذا هو رودريغوس حارس المرمى موريسيا. فريقه يقدم عمل جيد عبر مجريات هذا اللقاء. حضور ممتاز عبر مجريات هذا اللقاء. صورة ممتازة عبر مجريات هذا اللقاء هي تكون لعناصر نادي معاذر. وبالتالي نادي معاذر يستمر على نفس هذا الحال ونفس مشوار الشوط الأول. صدقني بأن يكون هو قادر على إضافة هدف سادس وحتى تصعب نتيجة المباراة وتكون الأكبر في تاريخ دورينا عبر مجريات هذا اللقاء. أنتوني ما هو الحل لهذا الرجل، لهذا المدرب؟ ما الذي يستطيع بأن يقدم هذا الرجل في سبيل خدمة نادي المرخية بأن يعود مرة أخرى في مجريات اللعب؟ كرة تصل مرة أخرى للناحية اليسرى من جديد لعناصر نادي معاذر. صافرة حكم المباراة عبد الرحمن الجاسم إيقاف اللعب لاطمئنان على سلامة أحد لاعبي نادي معاذر وهو عبد الغني منير يشكو من إصابة. أحد الأسماء المميزة وواحد الأسماء اللي شاهدناها مع الوكرة وشاهدنا شقيقة خالد منير وهو يقدم العمل المميز من اللاعبين الموهوبين. حديث عن أسماء موهوبة قادر على تقديم الإضافة رغم الخسارة في مباراتين، إلا إذا فإن نتيجة المباراة حتى الآن هي تبتسم لنادي معاذ. لكن الإضافة التي تطلب عبر مجريات هذا اللقاء لنادي المرخية بأن يهاجم، نعم بأن يهاجم، بأن يتقدم، بأن يأخذ سلاح الهجوم، لأن ما عنده ما يخسر. هذا متولي. أوه. كل السلامة لمتولي عبد العزيز. متولي لاعب عنده روح قتالية عالية جدا قادر على 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 إيقاف خطورة صالح لاعب صاحب الرقم 3 فؤاد صالح. نبي سار يصعد بهذه الكرة. نبي سار لمسة إلى الأمام من نبي سار باتجاه علي ناصر المري في هذه المحاولة الانطلاقة السريعة في هذه اللعبة الموجودة. ومن ثم تدخل في اللقطة الماضية. تعود الكرة لخطأ مع بطاقة صفراء. بطاقة صفراء على عبد الغني في هذه الأثناء. المرخية بحاجة لهدف ثاني من مجريات هذا اللقاء. المرخية بحاجة لهدف ثاني. المرخية بحاجة لتقليص الفارق في هذه الدقائق. المرخية بحاجة ليسجل هدف في ماما رودريغوس. كرة تصل إلى الأمام عالية بالرأس. إبعاد يأتي للكرة الماضية. نبي سار يترك الكرة إلى خارج أرضية الملعب. نبي سار إلى رمية جانبية. رمية جانبية للمرخية للناحية اليسرى. نبي سار يبحث عن لاعب. كرة هنا تصل باتجاه نوبل. نوفل بانيس لم يقدم حضور أيضا. رقم 9 في الهدف في الأول. توقعنا بأن نوفل هو من سجل لكن كان خطأ ونعتذر عن ذلك. إمبينزا هو من سجل. عبد الغني منير. كرة انقطعت من عبد الغني منير. مؤيد حسن الكرة العرضية ورودريغوس التسديدة ولكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. هذه احتاجت للدقة أكثر من القوة يا عبد الغني. في مجريات هذا اللقاء.
نعم احتاجت للدقة واحتاجت للهدوء في اللقطة الماضية. كرة تصل لي ضربة مرمى. نتيجة المباراة نأمل بأن تتغير أم ستستمر على هذا الحال. يحافظ على نتيجة الشوط الأول ويضع نفسه الأفضل والأكثر قوة هو نادي معاذر. نادي معاذر أمام فرصة للحصول على أول 3 نقاط في هذا الموسم، هو يكون من أمام نادي المرخي. كرة تصل في وسط الملعب. أيمن الحسوني، عودة لابن عيسى، بن عيسى شهاب أو هذا بهاء ممدوح. بهاء ممدوح عند شقيق الآخر شهاب ممدوح أيضا حاضر مع نادي الاتحاد. بهاء ممدوح واحد من الأسماء المميزة أيضا. تكسيرا، سقوط يأتي لفؤاد صالح وخطأ لتكسيرا. جواو تكسيرا صاحب الرقم 20 اللي كان في عرضية الهدف الأول لفريق المرخية بعد سيسوكو. حول الكرة لمرمى رودريغوز، كرة تصل للمري، يحاول المري في هذه الكرة العرضية علي ناصر المري، ورودريغوز يخرج من مرماه على دور التصدي. تصدي ممتاز من رودريغوز في اللقطة الماضية. كرة في الأمام، إخراج الكرة في هذه الأثناء للاطمئنان على السلامة تحت لاعبي نادي المرخية. يبدو بأن روشا هو من يشكو من إصابة، لاعب نادي المرخية البرتغالي روشا المعار من نادي سبورتينغ لشبونة. الفريق البرتغالي لاعب اللي كانت بداياته مع أكاديمية بورتو البرتغالي وبعد ذلك تحول لنادي بنفيكا، انتقل لنادي بنفيكا ومن نادي سبورتينغ لشبونة في عارة لنادي المرخية لمثل منتخب البرتغال تحت 17 عام وتحت 19 عام لروشا اللي يشكو من إصابة، للاعب وصل لل 28 عام من مواليد 1995. نقلة إلى الأمام، ترسل هذه الكرة تعود مرة أخرى. دينيس سالبيك يحاول في هذه الكرة، دينيس وصل الملعب. سوكو بن عيسى إيصال كرة باتجاه فؤاد صالح. فؤاد صالح، عبد الغني منير، مرور بطريقة مثالية. عبد الغني منير اللي يسقط يشكو من إصابة، يشكو من إصابة عبد الغني منير في هذه الأثناء. عبد الغني منير أحد الأسماء أيضا المؤثرة في أرضية الملعب. نادي معاذر عزيزي المتابع أول نادي ينافس بنظام الصعود والهبوط من موسم 1999-2000. أول نادي درجة ثانية أيضا يشارك في جميع الفئات عندي الدرجة الأولى، ويعتبر أول نادي ينشئ مركز تدريبي خاص للبراعم، وأول نادي درجة ثانية يحصل على كأس الشيخ جاسم في موسم 2003-2004. أول نادي يتنافس على الصعود لدوري النجوم ولحصول على المركز الثاني في دوري أندية الدرجة الثانية. تم لعب مباراة فاصلة مع مصلاك موسم 2011-2012. أول نادي يتنافس على الصعود لدوري النجوم قطر لحصول على المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية، وتم اللعب ببطاقة الصعود وإقامة مباراة فاصلة مع النادي العربي موسم 2012-2013. ويعتبر أيضا أول نادي من أندية الدرجة الثانية، لكن بعد هذه الكرة العرضية، لكن وين بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. كرة عبد العزيز متولي إلى ضربة مرمى. أول نادي من أندية الدرجة الثانية يتم وصول المباراة الفاصلة لمدة موسمين متتاليين، وذلك يعود لموسم 2011-2012 وموسم 2012-2013. صعود النادي إلى دوري النجوم يعود وعودة موسم في موسم 2013-2014. هنا عبد الغني يشكو من إصابة، عبد الغني منير واحد من الأسماء المهمة. عبد الغني منير اللي بالطبع لا يريد أن يخسر مدرب الفريق. عبد الغني منير 30 عام لعب مع الغرافة والخرطيات وفترة الأطول اللي كانت مع الوكرة، وانتقال لنادي معاذ.
قال النادي معاذر، ويعتبر إضافة لهذا النادي. هنا يوسف سدد كرة، يوسف سدد كرة إلى خارج أرضية الملعب، عدت إلى ضربة مرمى. أنتوني يحيي اللاعبين ويحفز اللاعبين وينشط اللاعبين بعد أن كان النوم في العسل في الشوط الأول. هل تكون الصحوة مبكرة في هذا الشوط الثاني لنادي المرخية؟ إمبينزا يحاول، إمبينزا القادم من نادي الطائي، القادم من نادي الطائي، واحد من الأندية المميزة. كرة من جديد، إمبينزا يحاول لعبة إلى الأمام، ومن ثم عبرت الكرة وغادرت أمام دفاعات نادي المرخية. قادم من نادي الطائي أحد أندية حائل، كان قدم حضور مع نادي الطائي. إمبينزا حتى محبي ومعجبين يتحدثوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه كانوا لا يريدون خروج هذا اللاعب، اللاعب إمبينزا، لكن يغادر صفوف نادي الطائي، واليوم حاضر مع نادي معاذر. صافرت حكم المباراة لخطأ، خطأ لصالح يوسوفا، يوسوفا اللي يحتاج بأن يتحرك بشكل أكبر، اللاعب الجامبي يوسوفا صاحب 29 عام، اللي عنده 7 مباريات مع منتخب غامبيا. وهنا تبديل يأتي، شمال محمد حمد يشارك في هذه الأثناء في قائمة المرخية بديلا لعبد الغني، بديلا لعبد الغني يا منير، اللي غادر بسبب الإصابة في أول تبديلات صفوف نادي معاذ. كرة في وسط الملعب، عبد الغني نور الدين، لمسة لروشا، روشا تغيير اتجاه اللعب، لكن هنالك متابعة لفؤاد صالح. إمبينزا يعود بهذه الكرة، إمبينزا لمسة للناحية اليمنى، قصيرة باتجاه دينيس في وسط الملعب. الله على نادي معاذر، الله على التمريرات، الله على الكرات القصيرة والعرضية الموجودة، ومن ثم حارس المرمى عبد الرحمن راشد جمعة اللي بذل مجهود. شوف 1 2 3، المساحة موجودة، المساحة موجودة. محمد ونابي سار يجب أن يبقى في مناطقه في الخط الخلفي، لأن محمد نابي سار يصعد للأمام بشكل متكرر ويترك خلفه مساحة وفراغ يستفيد منها لاعبي البنفسجي في هذا اللقاء. لاعبي نادي معاذر، كرة تصل مرة أخرى، عائدة بن عيسى، نسيم مبارك بن عيسى، تصل الناحية اليسرى من جديد عن طريق جمال محمد حمد، جمال عائدة لأيمن الحسوني، أيمن الحسوني إمكانيات كبيرة جدا لهذا المغربي في مواجهة مواطنة إدريس فتوحي. يوسوفا الجامبي يعود للمغربي للناحية اليمنى لعناصر نادي المرخية، فرصة من أجل عرضية، ولكن مؤيد حسن طالت على مؤيد حسن مع فؤاد صالح. فؤاد صالح عمل كبير وأداء مميز للناحية اليسرى لفؤاد صالح اللي لم يتوقف لحظة في الشوط الأول، ما شاء الله تبارك الله. لكن الله الله على كرة إدريس فتوحي، إدريس فتوحي اللي سدد كرة قوية جدا، واحدة من كرات إدريس فتوحي. لاعب يمتلك سلاح هو القدم اليسرى، القدم القوية. إدريس فتوحي أحد الأسلحة القادرة على 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 تحقيق فارق ووصول لنتيجة إيجابية. كرة لركنية ثانية للمرخية في هذا الشوط الثاني، هذا لا يكفي، المرخية ما يحتاجه هو هدف تقليص الفارق. تسديدة بعيدة 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 جدا، بعيدة جدا، علي ناصر المري. هذه التسديدة تعني بأن المرخية لا يملك شيء يقدمه في هذا اللقاء مع تبديل الخامس والأخير. نعم، مع التبديل الخامس والأخير، نوفل يغادر أرضية الملعب. وعلي سعيد المهندي أيضا واحد من اللاعبين المميزين، هذا اللاعب علي سعيد المهندي، علي سعيد المهندي شاهدناه في عديد من المرات، هذا اللاعب واحد من الأسماء المميزة صراحة
اختيارات، خليني أتحدث عن اختيارات مدرب لم تكن موفقة لبداية هذا اللقاء. اختيارات المدرب في بداية هذا اللقاء نعم لم تكن موفقة، لأنه عدى من اللاعبين الأساسيين المميزين الموجودين في بنك الاحتياط لنادي المرخية هم نزلوا في الشوط الثاني. إذا كان الاستعانة بتلك الأسماء منذ الشوط الأول لم تكن نتيجة الخمسة حاضرة. المري خاطئة من المري، التمريرة خاطئة من علي ناصر، تصل لأيمن الحسوني، دينيس من جديد لدينيس صاحب الرقم 7 دينيس ألبيك، يكسب خطأ دينيس ألبيك لعب نادي معاذر، لعب الروماني دينيس ألبيك اللي وصل 32 عام بالمناسبة، دينيس ألبيك اللي مثل عدة من الأندية أبرزها نادي إنتر ميلان الإيطالي كان في عام 2010 حتى عام 2014 مع نادي إنتر ميلان، 31 مباراة دولية بقميص منتخب رومانيا. من الاحتكاك اللي كان موجود، التدخل اللي كان حاضر، جمعة عبد الرحمن راشد جمعة كان يحافظ على كورته، 3 أهداف سجلها بقميص منتخب بلاد ألبي، كانت في مرمى أوكرانيا والنمسا وأندورا. كرة تصل إلى ربيع جانبي، رجل اللي كان حقق كأس إيطاليا والسوبر كوبا إيطاليا وكأس العالم للأندية في عام 2004 أو عام 2010 عفوا مع نادي إنتر ميلان، لأن حقق اللقب الإنتر في عام 2009 سابقة في دور الأبطال لم تخن الذاكرة. كرة تصل مرة أخرى ييجو ميليتو سامويليتو على البايرن، دينيس ألبيك هل كان حاضرا مع ذلك الجيل برفقة جوزيه مورينيو مع ماتراسي مع عدة من الأسماء مع زانيتي مع كل تلك الأسماء؟ هل دينيس ألبيك كان موجود مع تلك القائمة؟ نعم كان موجود دينيس ألبيك مع قائمة جوزيه مورينيو المدرب البرتغالي لاعب الرومان الحاضر اليوم مع نادي معاذر. صراحة هو يقدم الإضافة، لاعب مميز، إمكانياته جيدة، شاهدنا في الشوط الأول عدة من تحركات دينيس ألبيك. روشا أيضا لاعب ممتاز بالمناسبة، هذا اللاعب روشا دييغو فيليب روشا، انقطعت من روشا وصلت للناحية اليسرى، من جديد تقدم الأمام علي ناصر المري، يفضل عودة لسار محمد نابي سار لعبد الغني، عبد الغني بدورة كرة باتجاه جواو تيكسيرا. صراحة برافو نادي المرخية في الشوط الثاني ليمنع نادي معاذر من الوصول لمرمى الحارس البديل لؤي شريف عاشور، دليلا على اختيارات الخاطئة لأنتوني اللي بدأ فيها المباراة، أو لا أقول خاطئة أقول غير موفقة، دليلا على ذلك بأن تم تبديل حارس المرمى محمود جمال محمد بلؤي شريف عاشور. هل أنتوني لا يملك خلفية عن بعض اللاعبين وبعض الأسماء بأنهم يعتبروا مع أنديتهم قبل انتقالهم لنادي المرخية هم كلاعبين أساسيين ولاعبين مميزين بإمكانيات كبيرة؟ كرة تصل مرة أخرى، جواو باتجاه روشا، يحاول روشا سد كرة بعيدة، كرة دييغو فيليبي روشا إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى. طبعا عزيزي المتابع، المرخية اللي يعتبر موسم 2001-2002 بحضوره عبر مسابقة بطولة الدوري، هنا حديث فيصل العيد مع علي ناصر المري، عبد الرحمن جاسم أندر اللاعب علي ناصر المري بالبطاقة الصفراء بحديثه مع الحكم المساعد الثاني فيصل العيد الشمري. المرخية عزيزي المتابع ومشواره عبر مسابقة بطولة الدوري، لكن بعد هذه الكرة بعد هذه اللعبة تراوري مامادو سوكو تراوري يلعب مباراة كبيرة في هذا اللقاء، رغم تسجيل هدف في مرمى إلا أن حاضر على دوري تأمين كل الكرات. شوف الروح الموجودة عند مامادو سوكو تراوري في اللقطة الماضية. إمبينزا سقوط، عبد الرحمن الجاسم يحتسب خطأ لأيمن الحسوني أمام مواطنة إدريس فتوحي. طبعا المرخية عزيزي المتابع والمشوار اللي كما تحدثت عنه عبر
مسابقة بطولة الدوري منذ موسم 2001-2002. المركز التاسع الغرافة كان بطل في ذلك الموسم، وبعد ذلك موسم 2002-2003 المرخية المركز العاشر، نادي قطر كان بطل لمسابقة بطولة الدوري، ومن ثم أتى الغياب لفترة طويلة لنادي المرخية عن مسابقة بطولة الدوري، وأتت العودة في موسم 2017-2018 عندما احتل المركز الثاني عشر في مسابقة بطولة الدوري. موسم 2020-2021 خسر المباراة الفاصلة أمام الفور بنتيجة 2-2، وفي موسم 2022-2023 المرخية يحافظ على بقاء لهذا الموسم في المركز السابع. وفي دوري نجوم إكسبو لهذا العام من الجولة الثالثة موسم 23-24 حتى الآن المرخية يعاني طعم المرارة، يعاني من أمام نادي معاذر العائد مسابقة دوري النجوم مرة أخرى، العائد لدور المنافسة، يعاني من الخسارة بخماسية في شوط واحد، يعاني من الشباك التي اهتزت مرارا وتكرارا، يعاني نادي معاذر عبر مسابقة بطولة الدوري على مستوى بداية هذا الموسم. تسديدة حاضرة بعيدة، يعني قبل هذه المواجهة عزيزي المتابع لك أن تعلم بأن نادي معاذر استقبلت شباكها 7 أهداف وسجل هدف واحد كان عن طريق اللاعب دينيس سالبيك، 3 من الوكرة و4 من التحيل، لكن الأقوى دفاعيا كان هو نادي المرخية قبل هذه المواجهة ب3 أهداف في مرمى. الآن نادي المرخية أصبحت 8 أهداف في مرمى، 8 أهداف في مرمى نادي المرخية، وبالتالي فارق الهدف الواحد ليصبح المرخية أضعف دفاع، و8 أهداف أيضا بالمناسبة في مرمى نادي معاذر، 8 أهداف في مرمى نادي معاذر و8 أهداف في مرمى نادي المرخية عبر مسابقة بطولة الدوري حتى هذه الجولة، الجولة الثالثة وحتى الدقيقة 70 عزيزي المتابع من مجريات أحداث هذا الشوط الثاني. 20 دقيقة متبقية على النهاية، آخر ما تبقى على هذا اللقاء، 3 نقاط تقترب شيئا فشيئا، لكن المرخية عليه العمل كما استطاع بومبينزا بأن يسجل سوبر هاتريك. يوسافا يسجل، يوسافا يسجل كما استطاع بومبينزا بأن يسجل سوبر هاتريك في نصف ساعة، وبأن يسجل معاذر 5 أهداف في شوط. يستطيع المرخية بأن يعود من جديد عبر نتيجة المباراة. يوسافا يضرب بالرأس، يوسافا يضع كرة بالرأس بعد أن سجل في مرمى يوسافا، يسجل هنا يوسافا في مرمى رودريغوس اللاعب الجامبي في الزاوية البعيدة لرودريغوس، وتصبح النتيجة 5-2 ويتقلص الفارق إلى 2، وتصبح 20 دقيقة أشبه بملحمة كروية ستكون في قادم الدقائق، لأن المرخية كل ما تقدم إلى الأمام وكل ما سجل هدف أو كل ما شكل خطورة زاد حماسة وجعل نادي معاذر يشعر بالخطر. كرة تصل من جديد للناحية اليمنى، توقع أي شيء، توقع بأن المباراة تنتهي ب5-5، توقع بأن هنالك ريمونتادا 5-6، توقع كل شيء، توقع بأن المباراة تنتهي ب5-2، توقع أي شيء في عالم كرة القدم، لأنه داخل المستطيل الأخضر لا يوجد مستحيل، فنحن معنا النهاية مع صافرة الحكم عبد الرحمن الجاسم. نعم، مع النهاية ومع نهاية مجريات هذا اللقاء التي ستكون بصافرة عبد الرحمن الجاسم، لكن قبل صافرة عبد الرحمن الجاسم، ما الذي سيحدث داخل مجريات ملعب المباراة، ملعب أحمد بن علي في أم الأفاعي، الملعب اللي كان شاهد على الأيام الجميلة وسيكون شاهد إن شاء الله على أيام أجمل قادمة بإذن الله. هنا التبديل، صفوف نادي معاذر، 14 محمد صلاح النيل يشارك في هذه الأثناء، ويغادر دينيس ألبيك، وأيضا مشاركة ل 29
أندري القادم من صفوف الغرة. أيمن الحسوني يترك أرضية الملعب أيضا. لاعب ممتاز يقدم أداء كبير عبر هذا اللقاء. هذا محمد صلاح النيل، لاعب عند السرعة، عند الخفة وعند المهارة، قادر على تقديم أداء مثالي من الناحية اليمنى. أندري القادم من صفوف الغرافة، إضافة تعتبر لهذا النادي، لنادي معاذر، إضافة ممتازة. كرة تصل إلى الأمام، من جديد لعبة بالرأس. إدريس فتوحي، إدريس مع عملية الضغط الموجودة من قبل أندري. أندري بلعبة، وهذا إدريس بلعبة الأمام باتجاه يوسوفا. يوسوفا أنجي، يوسوفا بكرة عن طريق الحضر تكسيرا. تكسيرا جواو للناحية اليمنى، عبد العزيز متولي عند عبد الغني، لكن يفضل عودة لتكسيرا، من ثم للمغرب إدريس فتوحي. إدريس فتوحي، إدريس، إدريس باتجاه علي ناصر المري. علي ناصر، عدى علي ناصر من أمام محمد صلاح النيل، وصل الكرة باتجاه علي سعيد المهند، يحاول عدى في هذه الكرة مع عولة لمحمد صلاح النيل في اللقطة الماضية، وكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا أنتوني، كل ما مرت الدقائق وكل ما مر الوقت وكل ما زادت الصعوبة على نادي المرخية في العودة في نتيجة المباراة. كرة إلى ضربة مرمى. المرخية عندها أسماء مميزة أيضا في بنك الاحتياط، أسماء دفاعية قادرة على الحضور. عبد الغني اللي شاهدناه في معظم مباريات الموسم الماضي كلاعب وسط ملعب، عبد الغني موجود كقلب دفاع بجانب نابي سار. تميم محمد المهنزع موجود في بنك الاحتياط كقلب دفاع. محمد الحسن ميسر أيضا لاعب هجومي مميز قادر على تقديم أداء مميز. بنك الاحتياط في جانب نادي المرخية مميز، وفي نادي معاذر أيضا مؤيد شنان عبد الله واحد من الحراس المميزين أيضا، وماجد عبد اللطيف وباسم عبد المنعم وسيف حسن والناجي الصادق. ناجي الصادق واحد من اللاعبين المميزين أيضا، الناجي الصادق اللي شاهدناه مع الخور كلاعب كظهير أيمن في قائمة نادي الخور، وكان موجود أيضا كقلب دفاع، اليوم ينتقل لنادي معاذر. عبد العزيز هزاع أيضا لاعب إمكانيات كبيرة، شاهدناه مع الريان، شاهدناه مع النادي الأهلي عبر مسابقة بطولة الدوري للسنوات الماضية أو المواسم الماضية. أندري كرة إلى الأمام، قراءة ممتازة لجواو تكسير لمسار الكرة الماضية، قطع الكرة وصلت مرة أخرى، تعود للناحية اليمنى عن طريق الحاضر جواو تكسيرا. كرة إلى الأمام، يوسوفا بالرأس، ورودريغوز حاضر على دور التصدي، حاضر على محافظة الكرة وأخذ بعض من الدقائق، يجعل لاعبي نادي معذر بأن يتنفسوا في أرضية الملعب مع عملية الضغط. شوط ثاني هو أفضل نادي المرخية، لكن تظل نتيجة المباراة هي الأهم، وتظل نتيجة المباراة هي الطريق وهي السبيل نحو ألا ثلاثة نقاط. بها ممدوح، بها ممدوح تصل الناحية اليسرى باتجاه فؤاد صالح لبها ممدوح. رودريغوس، عودة لرودريغوس مرة أخرى بنقلة إلى الأمام، من جديد استقبال للكرة الماضية للبديل جمال محمد حمد، يسقط إصابة جمال محمد حمد، تنفيذ للكرة سريعة إلى الأمام. عبد الغني بدور التدخل، عبد الغني اللي تحدث في المؤتمر الصحفي في يوم أمس قبل هذه المواجهة بأننا نمتلك الروح القتالية وبأننا نمتلك الشجاعة داخل أرضية الملعب. شوط أول يا عبد الغني غابت الروح الرياضية، الروح القتالية التي تحدثت عنها في المؤتمر الصحفي، وظهرت روح قتالية هجومية وهجوم شرس جدا كشف عن الأنياب عبر مجريات هذا اللقاء لنادي معاذر عبر موبينزا. موبينزا كاريل القادم من الطائي يضع حضور جيد عبر مجريات هذا اللقاء، سيكون حديث المجلس وسيكون حديث الصحف في صباح يوم غد إن شاء الله
عبر مسابقة دوري النجوم، وسيكون حديث مواقع التواصل الاجتماعي في هذا اليوم من بنزا بتسجيل السوبر هاتريك عبر هذا اللقاء. هذا عبد العزيز هزاع اللي تحدثت عنه، اللي شاهدناه مع النادي الأهلي وشاهدناه مع نادي الريان. هذا اللاعب اللي شاهدته يلعب في أكثر من مركز، عبد العزيز هزاع مع نادي الريان في واحدة من المباريات كنت معلقا عليها، شاهد عبد العزيز هزاع يلعب كمهاجم مع النادي الأهلي، عبد العزيز هزاع يلعب كظهير اليوم مع نادي معادن. عبد العزيز هزاع وين راح يكون مركزه؟ صاحب الرقم 17. هنا مشاركة في قائمة معاذر يوسف صبري اليهري، يوسف صبري اليهري يشارك في هذه الأثناء. يوسف صبري لاعب صغير في السن تحت 21 عام. هنا مبينزا والهدف الأجمل، مبينزا قال لعبد الغني منير كما ذكرت، روح يا عبد الغني، أو عبد الغني العلام، روح يا عبد الغني وتعال بسرعة وشاهد الكرة وهي تعانق مرمى المرمية. عبد العزيز هزاع يشارك في مجريات أحداث هذا اللقاء، شاهد عبد العزيز هزاع كلاعب دفاعي. أي نعم، الآن مدرب موريسيا، مدرب نادي معاذر عليه بأن يقدم ذلك الحضور الجيد فيما تبقى من مجريات اللقاء، بأن يدفع بأوراق جيدة داخل أرضية الملعب تساعد الفريق فيما تبقى، ويضع زيادة عددية في الخطوط الخلفية. عامر يلعب بخمسة في الخط الخلفي. نعم، بهاء ممدوح تحول كقلب دفاع برفقة سيسوكو، وبالإضافة لصاحب الرقم 5 رامون جينيس كوانتروس الحاضر في أرضية الملعب أيضا بجانب سيسوكو، وأيضا هنالك الآخر الموجود عبد الرحمن راشد جمعة. وبالتالي موريسيا أغلق المنافذ المؤدية لمرمى رودريغوس على فريق المرخية. 10 دقائق أخيرة، 9 دقائق أخيرة هي آخر ما تبقى على مجريات أحداث هذا اللقاء. فؤاد صالح اللي ترك أرضية الملعب بعد أداء ممتاز لفؤاد صالح في مجريات هذا اللقاء. نبي سار، نبي سار للناحية اليسرى، نبي سار يتقدم، نبي سار لعب الكرة باتجاه علي ناصر المري، طالت الكرة على علي ناصر المري وتحولت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة آمر. 5-3 الحاضرة عبر مجريات هذا اللقاء. نعم، قد تكون هي النتيجة الأكبر في مواجهة الفريقين منذ عام 2003 في إطار مسابقة كأس الشيخ جاسم. منذ عام 2003 عزيزي المتابع، عادي الكرة اللي كان نبي سار متقدم فيها منذ عام 2003 حتى هذا الموسم، نتيجة الخمسة في مواجهة الفريقين لم تحضر عزيزي المتابع، حضرت نتيجة الأربعة في دوري الدرجة الثانية وفي عديد من السنوات ما بين الفريقين، لكن نتيجة الخمسة لم تحضر منذ عام 2003 حتى آخر مواجهة جمعت ما بين الفريقين كانت في العام الماضي عام 2022 بالتحديد في شهر 4 بالتحديد في يوم 25 في إطار مسابقة كأس الاتحاد. انتهت تلك المباراة بنتيجة 2-1، وبالتالي عبر مسابقة بطولة الدوري ولا في دوري الدرجة الثانية مواجهة معاذر والمرخية حضرت فيها 5 أهداف، هذه المواجهة الأولى منذ عام 2003. نبي سار 5-2، امبينزا بتألقه، لكن تعالوا شوف هل التاريخ قبل ذلك وجد لاعب سجل هاتريك في مواجهة الفريقين؟ 2006 محمود راشد كان سجل هدفين مع نادي معاذر، كرة إلى الأمام، عرضية موجودة ولكن الإبعاد موجود عن طريق سيسوكو. معظم المواجهات التي جمعت ما بين الفريقين، كرة تصل مرة أخرى، الهاتريك لم يكن حاضر عبر المواجهات الأخيرة
ما بين الفريقين والسوبر هاتريك الموجود اليوم. سوبر هاتريك لم يكن حاضر عبر مواجهة الفريقين الأخيرة، سواء عبر مسابقة كأس الاتحاد أو في مسابقة بطولة الدوري، دوري الدرجة الثانية. علي ناصر المري، عدى المري، عرضية ورودريغوس، يتصدى حارس المرمى، يتصدى حارس المرمى في اللقطة الماضية. تعود هذه الكرة للناحية اليمنى، كرة تصل إلى الأمام بتقدم موجود، المري يحاول عملية سقوط، وجمعة عبد الرحمن راشد جمعة يكسب خطأ. رقم 21 لشوط أول، أدوار الدفاعية كانت موجودة أكثر، وفؤاد صالح أدوار الهجومية اللي كانت حاضرة بطريقة أكثر. عملية التناوب اللي كانت موجودة من الناحية اليمنى والناحية اليسرى ما بين فؤاد صالح وما بين عبد الرحمن راشد جمعة. فؤاد صالح اللي قدم عمل هجومي كبير، عبد الرحمن راشد جمعة عمل دفاعي أيضا كان حاضر فيه. الله على المرمى، يا سلام يا سلام يا سلام على الكوبري، يا سلام على الكوبري في اللقطة الماضية. رامون جينيس كوانتروس، كوبري كان جميل وتدخل عنيف كان على رامون، تدخل كان قوي على رامون. هل يستوجب بطاقة صفراء ويستحق بطاقة صفراء أم يستأنف اللعب؟ لاعبي المرخية أمر طبيعي تشعر بأن أعصابهم مشدودة داخل مستطيل الأخضر، على عكس لاعبي نادي معاذر، لأنه لاعبي نادي معاذر في أرضية الملعب دمهم بارد، خلاص حققوا الخماسية، استطاعوا بأن يكونوا هم الأفضل. ثلاثة نقاط الأولى عبر مواجهة الجولة الثالثة، انطلاقة الموسم الحقيقية لنادي معاذر هي في هذا اللقاء. شوف كوانتروس، شوف كوانتروس في اللقطة الماضية. نعم صاحب الرقم 5 رامون جينيس اللي يشكو من إصابة ويتلقى العلاج الطبيعي في هذه الأثناء. المر عنده بطاقة صفراء بالمناسبة، عنده بطاقة صفراء. هنا موريسيا يطالب ببطاقة صفراء ثانية ثم حمران، يطالب عبد الرحمن الجاسم، لكن عبد الرحمن الجاسم يتحدث في اللقطة الماضية بأن لا تستحق أو لا يستحق التدخل الماضي على جينيس رامون بطاقة صفراء ثانية. صراحة اليوم نادي معاذر آخر سلطنة، آخر متعة، آخر روقان. كرة قدم جميلة قدمت في هذا المساء، استمتع بها الحضور المتواجدين في مدرجات أحمد بن علي، واستمتع بها المشاهدين عبر شاشات قنوات الكاس الرياضية. شوف كوانتروس على دور المرور في اللعبة الماضية، ومن ثم الإعاقة اللي حضرت، خطأ، شد عصبي لاعبي المرخية، هذا أمر طبيعي. خسارة بخماسية لنادي يعتبر متكافئ وقريب من نادي المرخية، ليس ذلك البعد، لكن الأفضل في هذا المساء اللي قرأ اللقاء قبل البداية ومن شاهد الفريقين قبل البداية يحسب لمدرب عظيم اسمه خوسيه بيبي موريسيا. كرة إلى الأمام، عبد الغني، عبد الغني اللي شاهدناه كما تحدث كلاعب وسط ملعب، في وجهة نظري بأن عبد الغني نور الدين أفضل في وسط الملعب من قلب دفاع. اليوم عبد الغني نور الدين يلعب كقلب دفاع، ربما يوجد نقص في قلوب دفاع نادي المرخية، تم الاعتماد على عبد الغني نور الدين. تدخل على دياغو فيليبي روشا، وبطاقة صفراء أيضا على بهاء ممدوح، بطاقة صفراء على بهاء ممدوح هذا المدافع. نعم تدخل كان يستحق البطاقة الصفراء على دياغو فيليبي روشا. خطأ لأدريس فتوحي في هذه الكرة،
لعناصر نادي المرخية في هذه اللعبة. هذه المحاولة جوال تكسيرا، إدريس فتوحي، اثنينهم عندهم إمكانيات والقدرة في لعب الكرات الثابتة والضربات الحرة. تسديدة، الله يا إدريس، الله يا إدريس، هذه الثانية ولا الثالثة يا إدريس، هذه الثانية ولا الثالثة يا إدريس. إيقاف اللاعب لإطمئنان على سلامة اللاعب، هذه مسؤولية حكم المباراة. نعم هنالك مامادو سيسوكو يشكو من إصابة، أو مامادو سيكو تراوري يشكو من إصابة، المدافع اللي سجل هدف في مرمى لكن قدم أداء مميز رغم الخطأ اللي كان حاضر من المدافع، لكن قدم أداء جيد عبر مجريات هذا اللقاء وخدم دفاعات نادي معاذ. لاعب المالي مادو تراوري، مامادو تراوري صاحب 28 عام، لاعب اللي لعب لعدة من الأندية على مستوى فرنسا وعلى مستوى بلجيكا، مباراتين دوليتين بقميصية منتخب مالي، منتخب مالي المنتخب الشهير وبطولة أفريقيا الوسيط كان في عام 2002، إبعاد الكرة الماضية منتخب كانوتي وسيدو كايتا. كرة تغادر أرضية الملعب، نلعب على الثواني الأخيرة للوقت الأصلي. كم سيحتسب عبد الرحمن الجاسم بعد خمس دقائق احتسبها في الشوط الأول؟ كم سيضيف في هذا الشوط الثاني؟ يضيف على الخمس دقائق التي كانت في الشوط الأول، هي دقيقة واحدة. ست دقائق في هذا الشوط الثاني، ست دقائق آخر ما تبقى على مجريات اللعب، ست دقائق تفصل نادي معاذر عن الانتصار الأول في أحداث هذه المواجهة. الانتصار الأول، الثلاثة نقاط، السادس، 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 الراية على محمد صلاح النيل، الراية كانت موجودة على محمد صلاح النيل في فيصل عيد الشمري، راية فيصل عيد الشمري. نعم كان متسلل محمد صلاح النيل، برافو فيصل عيد الشمري لرفع الراية في اللقطة الماضية. طاقم تحكيم حضوره 10 على 10 في هذا اللقاء، يوسف يحاول داخل منطقة الجزاء، الكرة العالية الراس، عبرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية على تنفيذ هذه الكرة. إدريس فتوحي أغلقت كل الأوراق وأغلق ملف هذا اللقاء من وقت الأصلي، آخر ما تبقى نهاية السطر، الكلمات الأخيرة لنادي المرخية عبر هذا اللقاء ستكون كلمة بتقليص الفارق للقاء نشهد فيه 7 أهداف حتى هذه اللحظة. الكرة بالرأس، مامادو تراوري وبقبضة اليد أبعدها رودريغوس، ما زالت مستمرة عائدة من جديد، لوحت مرتدة راح تكون خطيرة. الله على الاستعادة لعبد العزيز متولي للكرة في اللقطة الماضية، المهندي باتجاه يوسوفا ومن ثم رامون جينيس كوانتروس يبعد الكرة الماضية. نادي معاذر روح كبيرة جدا عبر مجريات هذا اللقاء، روح لم أشاهدها لا في الجولة الأولى ولا في الجولة الثانية، ها أنا ذا أشاهد بأم عيني في ملعب أحمد بن علي بأم الأفاعي روح كبيرة جدا للاعبي نادي معاذر بأنهم لا يريدوا أن يخسروا نتيجة اللقاء. كرة لخطأ، عملية سقوط كانت حاضرة في اللقطة الماضية، خطأ على إدريس فتوحي. صراحة إدريس فتوحي أفضل لاعبي المرخية عبر هذا اللقاء وهذه المواجهة. شوف نابي سار وين متقدم، يصبح كمهاجم نابي سار في هذه الأثناء. كرة مرة أخرى، المحاولة لعبة خطيرة خطيرة خطيرة، تشعر بعشوائية قليلة موجودة في صفوف نادي المرخية، عشوائية قليلة موجودة في صفوف نادي المرخية عبر هذا اللقاء. كرة تصل إلى الأمام مرة أخرى، إدريس فتوحي، شوف نابي سار، صار برفقة يوسف أنجي في الخط الأمامي، أو يوسف، أنا يوسف لاعب الجامبي يوسف. كرة مرة أخرى تصل من جديد، طبعا نذكر بأن المواجهات القادمة تعتبر مواجهات مهمة لكلا الفريقين عبر مسابقة
بطولة الدوري. كرة تصل إلى الأمام عالية بالرأس الناحية اليمنى، عذر اللي سيعود لمواجهة الشمال، لكن هنالك توقف. في هذا التوقف المرخية عليه مراجعة الحسابات. نابي سار، جواو تكسيرا بالرأس، تعود مرة أخرى بالكرة، علي ناصر المري يتقدم، المرخية اللي طبعا سيواجه الوترة. نعم المرخية سيواجه الوكرة وبعد ذلك الاتحال، لكن في التوقف في المرحلة القادمة عبر مسابقة بطولة دورين على المرخية، مراجعة الأوراق وترتيب الصفوف قبل مواجهة نادي الشمال. كرة تصل مرة أخرى أو لنادي المرخية قبل مواجهة الوكرة. عذر هو اللي سيواجه نادي الشمال في الجولة القادمة. عذر سيدخل مباراة الشمال، نادي معاذر سيدخل وهو منتشي بالثلاثة نقاط ومتحمس لخطف ثلاثة نقاط أخرى، لكن المرخية يترتب عليه وضعية بأن يكون مفترس أمام الوكرة وأن يلعب بروح عالية يا أنتوني وأن يكون قتالي أكبر وأن يضع الثلاثة نقاط أمام عينه. خمسة في الشوط الأول، خمسة كانت في الشوط الأول مع هدف واحد في هذا الشوط الثاني براسية اللاعب يوسف لاعب الجامبي. الكرة اللي لامستها كرة الهدف الخامس اللي لمست يوسف وتحولت، كانت لشباك محمود جمال. يوسف يسجل بالرأس، كرة تعود مرة أخرى، يوسف يحاول، يوسف سقط، يوسف وهنالك يبدو بأن أندريه يتعرض لإصابة. هذا يوسف يتحدث مع حكم المباراة أن هنالك خطأ. شوف هذه اللقطة لم تكن متعمدة من يوسف، لكن خطأ عبد الرحمن الجاسم احتسب لنادي المرخي، خطأ يحتسب عبد الرحمن الجاسم لنادي المرخي، هي لنادي معاذر. ما هو القرار للسيد عبد الرحمن الجاسم؟ هو لنادي معاذر، خطأ لنادي معاذر مع غضب لموريسيا على أندريه في اللقطة الماضية. كرة تعود بأن هنالك خطأ على يوسف، خطأ على يوسف لمصلحة أندريه. ومع أيها السيدات والسادة متابعي قنوات الكاس الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم، ها هي صافرة عبد الرحمن الجاسم تحضر لتعلن عن نهاية أحداث هذا اللقاء بانتصار مثير يعتبر لنادي معاذر عبر مشريات هذا اللقاء. خمسة معاذر واثنين المرخية، ثلاثة نقاط أولى من الجولة الثالثة يقتنصها نادي معاذر. نادي المرخية الجولة الثالثة، الخسارة الثالثة، التوقف، ترتيب الحسابات.